13 دقيقة 19 ثانية وفاء وتماما وكمالا ما شاء الله. المراكز الأولى والانطلاقات متواصلة في هذا الصباح في اندفاع أشواطنا المميزة وانطلاقات تحدياتنا حينما تنطلق أيضا هذه الأشواط حاملة هذه القوة وهذه الإثارة وهذا التواصل عبر أرضية هذا الميدان. الله انطلق ثاني أشواطنا مشاهدينا متابعينا الكرام. الشوط الثاني وهو شوط خاص أيضا بالأبكار المهجنات الأصايل الذي أعلن هذا الاندفاع وأعلن هذا التواصل من البداية في هذا اليوم الجميل والمؤكد لانطلاقة رياضتنا العربية الأصيلة ما شاء الله وتبارك الله. حينما تنطلق الاندفاعات وتنطلق التحديات وتنطلق أيضا أرضية هذا الميدان حاملة هذه القوة وهذا التحدي 8 كيلومترات أخرى أيضا متواصلة فيها الانطلاقات. وأقول البداية والصدارة من اللي على الصدارة الغربية راشد بن طالب بن شريم المري هي اللي بدت أيضا ضيفة قادمة في الانطلاق وفي التحدي وهناك ضيفة أخرى تحمل شعار المملكة واحد واحد انطلاقات المملكة هي أرباح. وعبد الله بن حمد بن ربيعان السبيعي على المركز الثاني والمركز الثالث الشاهينية مطرب سعيد بن عبيد الحميري في هذه اللحظة المركز الرابع من على الرابع الذيبه مطرب محمد بن ضبيعة في المركز الرابع والمركز الخامس هناك الشاهينية عبد الله بن محمد بن مطر الرميثي انتقل للمركز السادس سباحة على المركز السادس حمد محمد بن عويضان العامري سابعا هي الإثارة الواضحة من المملكة محمد بن ناصر بن شافي القحطاني المركز الثامن منصورة علي بن سالم بن خلفان المنصوري أما المركز التاسع فهي راهي حميد بن عبد الله اليابري والمركز العاشر الحذري محمد بن سعيد بن منانه السويدي اللي على المركز العاشر. 6 مراكز مع هذه الإثارة مع هذه الانطلاقات مع هذه التحديات. سلام يا سلام الأرباح في المركز الثاني عبد الله بن حمد بن ربيعان السبيعي واشوف المملكة محمد بن ناصر بن شافي القحطاني ولكن الحذر صامد طارت بالسلام طارت بالناموس روحت والله حفظها الله 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 الحذر الى خط النهاية الى زعبيل مباشرة من هذا الميدان. تهانينا والناموس محمد بن سعيد بن منانه السويدي مشكور يا ابو منصور يا سلامي عليكم يا هالي زعبيل جود مورنينج هناك في هذا الصباح المثير. الله 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 تهانينا محمد بن سعيد بن منانه السويدي على فوز الحذره بالمركز الاول. المركز الثاني ذهب المملكه محمد بن ناصر بن شافي القحطاني والمركز الثالث ارباح عبد الله بن حمد بن ربيعان السبيعي المركز الرابع الذيبه على المركز الرابع مطر محمد بالضبيعه والمركز الخامس الغربي راشد بن طالب بن شريم المري. هذه المراكز الاولى يا اخواني والتحديات والاثاره اللي تحمل هذه البدايه وتحمل هذا الانطلاق والتواصل. نعود بالتوقيت نشوف التوقيت يا ابو عدنان يا سلام ابو عدنان ايضا مركز تركيز عالي مع الحذرة وانطلاقات الحذرة. 13 دقيقة 9 ثواني 4 من الأجزاء من الثانية تهانينا والناموس محمد بن سعيد بن منانه السويدي على هذا الفوز المركز الثاني كان من نصيب التحدي وأيضا قادمة أرباح أم المملكة هي المملكة محمد بن